غفيف، هذا هو اليخت. حلو ما هيك؟ ليكي رح فك لك ايديكي ورح نركب باليخت بشكل طبيعي، بس اوعك تعملي اي حركه. اتركني الله يخليك لك، لوين بدك تاخذني؟ فهم بقى، انا مستحيل حبك محمود. يلا مرتي انزلي. اتركني روح كرمال الله. رفيف حالي امشي. محمود خلص اتركني، انا ما بدي اروح معك، انت روح لحالك وهروب، انا ما بدي. رفيف طلعي، تحركي ولا حرف. محمود عندي ولد ما فيني اتركه وروح، خليني ارجع لعند ابني الله يوفقك. رفيف ولا حرف، عم تفهمي؟ رح نروح. عمران محمود وقف. محمود لا تضربه على الجرح يا حقير. خلص يا محمود، راح موتك يا واطي. لك خلص بعد عنه. هالمرة ما رح تنفض مني. محمود بعد عنه، بعد لهلا ما عم بفهم ليش كل هالعجلة. امي خليكي كمان شوي. خلص انا اطمنت عليكي، كل شي تمام، ما عاد في لا محمود ولا غيره، ما عاد ينشغل بالي. عمران حدك وابنك رجع لحضنك. بنتي وحفيدي بامانتك، بعرف اني عصبت عليك ويمكن زعلت مني، بس انا ام، كان كل همي إنه ترجع لي رفيف بخير. حقك علي. لا شو هالحكي، أنت كبيرتنا ومستحيل أزعل منك. لا عاد تفكري بهالموضوع خالي، أكيد رفيف ومراد بأمانتي، لا تخافي. مطمني. أنا شو بدي أساوي بغيابك هلا؟ يا روحي لا تبكي، أنت ما بدك تعي، يعني أنت بتعرفي الوضع. خالتك وضعها سيء، رجليها للمسكينة ما عادوا شالوها، ما لا غيري اهتم فيها. هالشي واجب علي، مو معقول اتركها بهالوضع. أصلاً أنا رايحة وقلبي مطمن، بعرف رفقاتك دايماً حدك. لا تشغلي بالك خالتي، راحت رفيف بعيوني وقلبي عطول.
وأنا بأيام العطلة رح جيب الكل لعندك خالتي، ومنه مراد بيشوف ضيعته وبيتعرف على أهلها كمان. إيه طبعاً جلال معه حق، نحن أكيد منجي لعندك، معقول ما نجي؟ أنت كمان بتجي مو؟ بحبك. يلا بخاطرك خليني امشي، والا رح نضلنا واقفين هون للصبح. خاطركم. الله معك. الله معك خالي. شوفك. في شي أخبار عن محمود؟ بالعناية المشددة، ما صحي لهلأ. دخيلك شلال، أصحك رفيف تعرف المخلوق مفكرة أنه محمود رجع له وعي وفات على الحبس، ما بدي أعذبها ضميرة مشانه. إسلموا إيديكي. صحة وهنا. طمنيني عندك وقت توصل. خلاص أكيد بتصل دغري فيكي. واصحك تنسيني. ها لا تخافي. يلا بشوفك. الله معكم. باي. رح اشتاق لسوزان كتير. انت شكلك مو مشتاقتي لي ابدا. بشتاق لك طول الوقت. وانت؟ انت شو عملتي فيني؟ كيف سرقتي لي قلبي وعقلي؟ انا بموت فيك صدقني عمران. توقيت غلط. مرحبا. ديما؟ مراد؟ انجي حبيبي. حبيب قلبي تعال يا روحي. تعي لعندي. كيفك يا عمري؟ انت منيح؟ منيح. بعتذر منكم لأنه ما اتصلت، بس طفى موبايلي وأنا على الطريق وما جبت معي شاحن كمان. الولاد كانوا مصرين يشوفوا عمران، جبتهم فورا. عملت منيح، نحن اشتقنا لهم كثير. انجي حبيبتي، انت كمان اشتقتي لبابا؟ يا روحي انا. خلوا الولاد عندكم شي ساعة وبرجع باخذهم. شو عم تحكي ديما؟ خليكي لو سمحتي. اصلا اذا انجي ما شافتك يمكن تبكي. انجي وقت تكون مع ابوها ما بتبكي ابدا. ما علينا نطلع على الحديقة؟ طبعا يا عمري، يلا تعال. ديما انت شو اللي غيرك؟ انا كل اللي بدي اياه انك تكون سعيد عمران. صدقني تغيرت. شكرا لك. الحقيقة في موضوع أنا حابة أحكي فيه معك. شو هو؟ لتجي رفيف منحكي سوا.
بدي أحكي معكم بموضوع بيهمنا نحن الثلاثة. رح أخذ إنجي وأترك القصر. أنتوا بسببي ساكنين هون، والصح أنتوا تسكنوا بالقصر. دي ملاكي، أنا وعمران حكينا بهالموضوع، أنا ما رح أرجع على القصر. إيه المنطق أنه ما في أي لزوم تنزعي حياتك. رح نجيب مراد لعنا ونضل ساكنين بهالبيت، وأنت بتجي بتشوفي أمتى ما بدك. مثل ما بدكن، يعني هي حياتكن، بس أنا أخذت قراري، أنا رح أطلع من القصر. طيب هي حياتك، بس أنا كمان عندي شي بدي أقول لك إياه. تفضل. عفوا ثواني بس. ايه عم بسمعك، مالي فاضي هلا. أنا بعتذر. أنت كنت عم تقول شي يا عمران؟ أنت بتعرفي الوضع، زواجنا أنا وياكي على الورق. أنا حكيت مع المحامي. معناتها أنا رح حاكي المحامي كمان لتنحل القصة فورا. ما في لزوم، نحن بدنا نرفع دعوة على محمود بتهمة الإجبار على التوقيع. يعني بهي الطريقة رفيف رح ترجع تستخدم اسمها، ونحن بهالطريقة زواجكن رح يرجع رسمي صح؟ وزواجنا بتوقع هاد أفضل حل إلنا كلنا. مزبوط. طيب منيح، رح تنحل المشكلة هيك. بتمنى لكم السعادة عطول. شكرا لك. بلشت تجوع؟ يلا هلأ رح ناكل. بعد عمران خليني طلع الأكل. خلص بعد لي. تركي يحترق. لا بدنا نتعشى. أيوة صار لي زمان ما عملت هالأكلة، يعني إن شاء الله تعجبك. بشو صافي؟ فيك بلا هالحركات، هلا بتلبكني. شو اعمل، انت كتير حلوه. عمران عود عاقل. ليك انا لازم نظف الجرح وعقمه بسرعه احسن ما يلتهب. عم يوجعك بطل؟ حاجتك بقى. وجعتيني كتير. إذا بستيني بيروح الوجع. آخ منك، أنت ما بتبطل حركات على أساس أنا وجعتك. يلا خليني سكر لك على جرحك، خليني ضبه. شو عم يوجعك؟ راح الوجع.
عمران؟ عمران؟ صباح الخير حبيبتي، عم بستناكي بالصالون. عمران وينك انت؟ قلي وينك. يا يعني بدنا نقضيها مسجات؟ أنا كمان فقت على ريحة الورد من الصبح وحبيت تشاركيني نفس الشعور. يلا جاهزي الفطور، هلأ أنا جاي. بكفي رومانسية كل هالقد، جعت كتير. تكرم عيونك يا حبيب قلبي. لا روح على المطبخ. لا تنسي تاخدي دواكي بعد ما تخلصي الفطور. شو بدي اقول لك جلال؟ ما بدي رفيف تعرف بشي. طيب ليك نبه على سوزان ما تحكي ابدا، ما لازم حدا يعرف لحتى خبر رفيف. ماشي؟ ماشي عمران، من الصبح صرت منبه علي 100 مره، خلص رح تفاجئها لرفيف. ايه يعني ما بدي رفيف تحس بشي، خايف انه تكشف المفاجاه. خلصنا بقى. يلا تعال اطلع خليني وصلك. يعني بدك تروح على البيت؟ لا بدي امرق على القصر، بالاول بدي اشوف بابا والولاد. لا تعذب حالك، هلا انا بطلع بتاكسي لانه بدي لحق اخلص الشغله اللي حضرتك كلفتني فيه. طيب حلو كثير، خبرني شو بيصير. بدي خبر رفيف بالاول وبعدين بخبرك الك، شو رايك؟ ما بتعملها. دير بالك على حالك. عمران؟ اوه شايف كل العيلة مجتمعين، خير؟ ابني اهلين وسهلين حبيبي. اهلين امي. كيف صحتك عمران؟ منيح تمام الحمد لله. طمني عنك، كيف صارت ايدك؟ احسن من الاول بكتير. ليك كيف متغير نحفان ووشك اصفر وقالب على نصك كمان. ايه طبعا لانه ما في مين يطبخ لك ويدير باله عليك. لا تخافي علي امي، انا صحتي ممتازة ومبسوط كتير. شايفة مزاجك رايق اليوم، إن شاء الله على طول منشوفك هيك. الله يحميكم من عيون الحساد يا رب. شرفت بيتك عمران. تسلمي. بابا كيف صرت؟ شايفك منيح اليوم. بابا صاير مبسوط ومرتاح كتير بهالفترة وصحته منيحة ورح يصير أحسن من الأول ويرجع مثل قبل إن شاء الله. عمران؟ خير ديما؟ أكيد حابب تشوف الولاد، رح شوف لك ياهن إذا فاقوا. طيب فيقيهم. بدي أحكي معكم بموضوع كتير مهم. شبكون عدوا شوي، بدي أخذ رأيكم بشغلي. تفضلوا ارتاحوا. خير؟ خوفتنا.
اوف منك عمران، موتتني رعبة. البوسة خوفتك؟ ايه خفت لانه ما حسيت عليك وقت اجيت. لا تضحك لك، بتخوفني وبتضحك شباب. خلاص بكفي، خلاص مثل ما بدك. تعي لهون لشوف، انت اللي بلشتي بالاول. لا عمران اتركني بقى. يلا هاتي بوسة. ما عاد عرفت شو بدي اعمل، روح اتركني. يا ريت لو انت كمان بتفاجئيني ببوسة منك. وما بدك يعني خوفك كمان؟ بلا. يعني رح تصير تخاف مني؟ شو طيبة، بس تعد ترعبيني كل يوم. ايه حبيبي، شكرا كثير على المفاجأة، صدقني انبسطت فيها. وأنا بدي إياكي تضلي مبسوطة. أنا طول مالي معك دائما رح أكون مبسوطة لموت. ليكي ما بقى بدي أسمع منك سيرة الموت، اتفقنا؟ طيب. عمران؟ أنت لوين رحت اليوم الصبح؟ مو لمحل، قضيت شغل. شو هالشغل؟ ما في شي، شغل عادي، مو مهم. أنت أكيد مخبي علي شي، ما هيك؟ يعني شو بدي يكون مخبي مثلاً؟ أنت من شوي لما أجاك تليفون طلعت على الحديقة وحكيت، أكيد في شي، لا تكذب. أنا ميت من جوعي وما بعرف شو صاير لك، وطبعاً قضيتي نوم وما طبختي، وهلأ مجبور جاهز الأكل لحالي. عمران؟ سألتك ما تجاوب. عمران؟ هالأكل بياخد العقل. يسلموا إيديكي، كتير طيب. صحة وهنا على قلبك حبيبي، بس أنت لسه ما دقت باقي طبخي. كنتي بدك تفاجئيني مثل ما أنا فاجأتك. وأنا كنت عم بسأل حالي ليش ما فتحت تليفونها وسألت عني. بس ليكي هاي الشغلات ما بتناسبني، لأنه هيك رح يطلع لي كرش. عمران، انت منتبه شلون عم تتهرب؟ وين كنت اليوم؟ قلي لي شوف شو اللي عم بيصير. الصبح رحت لعند المحامي مشان التوقيع والاسماء المزوره، لانه بدنا نرفع دعوه. لهلا ما رفعها؟ مشي الحال، بس قال لي انه النتيجه رح تطول شوي. قد ايه ممكن تضل؟ سنه. لا بس هيك كتير. بتعرفي لي سرحان، لو في شي ممكن ينعمل كان عمله. هالأكل طيب كتير. صحتين وهنا. يسلموا ايديك يا حبيبتي. ايه ما في حلو؟ لا ما عملت. طيب إذا هيك لكان أنا بعرف دبر راسي. في أحلى من هيك؟ عمران، تاخذني اليوم لعند مراد أو أنت تجيبه تعال لهون، لأنه اشتقت له وبدي شوفه. لما بضمه شوي كل شي بينتسى. بصراحة أنا كنت رح جيبه معي، بس حكيت مع المرشدة النفسية وقالت لي أنه وضعه ما رح يكون منيح إذا فجأة جبناه وقلنا له رح تعيش هون، وأنا قلت لك هالحكي. كيف يعني ما رح أشوفه لمراد؟ قالوا نعم؟ رفيف. سوزان؟ شبكي ليش عم تبكي؟ رفيف أنا ماني منيحة. شبكي سوزان شو صاير معك؟ لا عاد تبكي وفهميني لشوف شو الموضوع. لا تقلقي كتير، لا تخافي، ما في شي، اطمني صحتي منيحة. بس جلال أنا تفاجأت باللي طلع منه. خير شو بجلال؟ ممكن تحكي مني حتى أفهم؟ ما بقدر أحكي على التليفون، ما بعرف شو بدي أعمل. رفيف أنا بحاجة إليك، تعالي. بدي يعني روح لعنده. ايه روحي. طيب ماشي، بس وينك انتي؟
أنا بالكفاية اللي قعدنا فيه مع خالتي سلطانة. طيب أنا جاي لعندك، استنيني لا تتحركي وحاولي تهدي شو. طلعت مانك سهل أبدا رفيف، رح تنبسط. المهم ما تتضايق إنه عملنا هاللعبة معه. ما بظن، أكيد رح تنبسط وما رح تتضايق. إن شاء الله بتضلوا مبسوطين لآخر عمركم. تسلم جلال، وعقبال ما نفرح فيك ما هيك؟ لا أنسى، راحت علي. هلا بدي حب وعشاء. حاجتك بقى، أنت شاب وملاحظ كيف معاملتك لسوزان. ناقصني أنت. بسيطة. إيه ماشي، أنت المسا لما بترجع ما بتحكي معها هيك؟ خلصنا يا. طول بالك شبك. عم بمزح معك. الله عليك. ضيوفنا صاروا على الطريق وقربوا يوصلوا، الأمور صارت كلها جاهزة. قلي حضرتك شو بتحب نضيفك؟ لا تخجل، قلي كل شي موجود. شكرا يسلم، وما بدي شي، رح أطلع شوي لبرا بغير جولة بين ما يوصلوا الضيوف. طيب شوفك. بالإذن. ها وصل العريس. مرحبا. كيفك؟ تمام منيح. إيش هالشخصية هاي؟ لا تشتغل فيني. بدي ضل مستلمك. صحيح تخيل رفيف ما توافق عليه. ليك لا تخليني ازعل، وإلا ما بشهد على زواجكم أنت وسوزانا. يلا نشوف. كله صار جاهز عمو، من أحسن، وإن شاء الله بتتهنوا. إن شاء الله. مرحبا. جبت كل شيء؟ ايه طبعا. ما في أي شيء ناقص ما هيك؟ لا عمران بيك، كل شيء تمام. ابني كم مرة قلت لك لا تنادي لي بيك؟ بالشركة فيك تقولها بس بالبيت عمي، ماشي؟ حاضر عمران بيك، عفوا عمي. عمران، جماعة الاستقبال عم يسألوا عنك برا، بدهم اياك تيجي تحكيهم شوي. يلا رتب الاغراض. حاضر. امي. مراد ابني، يا حبيبي يا قلبي، انت يا روحي. انا اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك يا قلبي. شو هالمفاجأة الحلوة يا عمري انت؟ هدول اليك. يسلموا ايديك. انت امتى اجيت لهون؟ وينه بابا؟ عمران؟ قلي لا شوف شو عم بيصير. رح ارجع كرر سؤالي قدام مراد، هو الشاهد اللي معنا هلا. ما فهمت عليك، عم تمزح معي؟ تقبلي تتزوجيني؟ ايه طبعا طبعا. ورح اضل معك لاخر العمر وما عاد اتركك ابدا. عمران انا مالي مصدق كل هذا من شاني، اكيد عم بحلم. يلا بعروستنا. أهلا فيكي. شكرا. أنا ما لمصدق عيوني أبدا، أنت ليش ما خبرتني من الصبح؟ الساعة 9 الصبح رجعت رفيف يورقان. خلصت الدعوة تبعنا؟ إيه وربحناها، وهيك خلصنا من كل شيء. حبيت أنه اليوم يكون بداية لحياتنا سوا، ننسى فيه كل شيء صار بالماضي وما نرجع نفكر فيه. يلا تعي قولي لي موافقة قدام. هل تقبلين الزواج بالسيد عمران يورقان بالمهر المتفق عليه وهو مسجل ومثبت حسب الأصول الشرعية في دولتنا؟ أكيد.
شكرا لك. هلا السيد عمران يورقان، هل تقبل بالزواج من السيدة رفيفة رقان بالمهر المتفق عليه وأنت بكامل قواك العقلية وبدون أي ضغوطات؟ بقبل. شكرا لك. وأنتوا بتقبلوا تكونوا شاهدين على هذا الزواج؟ طبعا. إيه بنشهد. التواقيع لو سمحت. وأنا بالسلطة الممنوحة إلي من رئيس المجلس الشرعي أعلنكم الآن زوجا وزوجة. إن شاء الله ألف مبروك، تتهنوا. شكرا لك. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا. مبروك. شكرا. تعال حبيبي. على مهلك أمي مشان إيديكي. لازم نظبط وضعنا مع رفيف وعمران ليك زقفي كمان. إن شاء الله بتضلوا سوا كل العمر. عرفتي هلأ ليش عملت هيك رفيف؟ عن جد المفاجأة بتطير. الحمد لله وافقت. ألف مبروك. أنت ليش ما خبرتيني؟ ألف مبروك. شكرا لك أمي. شو بدك؟ خلص ما بكفي حملنا حالنا واجينا اليوم كرمال الست رفيف تنبسط؟ بس شو في داعي لهالمسخره؟ كانوا كتبوا كتابهم بالمحكمه وخلصنا.